جد ابو رياض حبيبي كيفك؟ منيح فافا. شو وين كنت؟ كنت عم فتح. كنت عم فتح اماني. شو عم تسوي؟ عم بعمل جات فول ابو نزار. قد ما فيك فافا. تبي ما بده يقول لك ولا شيء. انا بتمنى عليك اجد انه تتكرم بالفول قد ما فيك، تكرم بالصحن تاعنا، لانه بدنا الزبائن يفلوا من عنا مبسوطين. طبعا ما بدنا يقولوا انه نحن بخلاء او شيء. طبعا جد، طبعا بامرك. حتى ما يقولوا عنا بخلاء او شيء. حاضر. ايه خلي يقولوا عنا نحن كرمه. طبعا جد، معروفين مثل الرئيس بيت الشيء. قد ما فيك تكرم من حبيبي. بتحب تسوي لك شيء صحن فول؟ لا 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 لا. ماشي حالك يا تشام؟ اهلين عمي ابو رياض، كله تمام. ما شاء الله ما شاء الله. شو هيدا عمي ابو رياض؟ قهوه معبيه. يا لطيف الرزق على قفا مين يشيل. الحمد لله. كش برا وبعيد 75 الحسين. طبعا عباس، اكيد ما انا عندي البي ار تاعي كمان مزبوط. بس عمك ابو رياض بده يمشي شغل، بيعرف يمشي مزبوط. عندك شو؟ بي ار. شو هاي بي ار بقى؟ بابليك ريليشن. يا محلى البي ار، شو يعني بابليك ريليشن يا بقى؟ يعني عندي معارف كثير. طب قول عندي معارف كثير. خليك بشغلك يا ولد. طيب وين رايك؟ والله رايح ازور خالتي يا حبيب المستر. وين بدي اروح يا حواني؟ بهون بالقهوه. برمي على الزبائن. برمي. لطيف تلعبها مزبوط. اي عيدك خلاص. يلا روح برمي عليهم. هيدا لمين فجاه القهوه؟ هيدا لالي. ايه بس دافع حقه. ايوه اوكي. ما تخاف. اي اهلا محمد. اهلين. اهلين كيفك يا حسن؟ والله مشتاقلك يا جدي. كيفه ابوك ابو سيف؟ سلم عليك. والله ماشي حالكم؟ مبسوطين يا بابا؟ تمام. شربتوا شيء؟ ايه شربنا. ما بدكم تشربوا شيء بعد؟ لا خلص جدي ابو رياض. ما بصير. انتوا هون عيد القهوه قهوتكم. شو بدكم تشربوا؟ شو عبالكم؟ عبالنا بعد شاي جدي ابو رياض. شاي؟ ايه شاي. جيبوا لنا بريقين شاي لحمودي ولا حسون. عباس هيدي الطاوله علي، هيدا حساب الطاولة. خلينا اياك جد ابو رياض. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا القهوة. الله يخليك. يلا احذف له شاشته. ما عم بقول لك؟ حلو. وشو عم بصير معي يا عمي ابو نزار؟ بروح تساوي مهمة. اهلا ابو رياض. شو هال نزار؟ حبيبي شو هاللوك الحلو؟ مبروك بعد مبروك القهوة المبروك. شكرا، ان شاء الله عجبتك. ممتازة، في احلى من هيك؟ يا حبيب قلبي انت يا صديق عمري يا عمر. اهلين كمان ياس. اهلا عمي ابو رياض. شو مبين لابس عنا بالقهوة؟ لا ما انا كل يوم لانه بعمل مهمة بسويها وبرجع بجي لهم بكتب فيها شعر. ما هيدي هي صاير عم تقعد بالقهوة اكثر منا. شو خبرنا؟ شو عم باب؟ شو عم تكتب تقرير على القهوة؟ هي تقرير. شو فيها القهوة؟ ما فيها شيء. فيها شيء؟ لا ما فيها شيء. شو هيدا؟ قصيدة طلعت معي بالمهمة لان طلع موقوف دب. دب؟ دب دب يعني قطبي؟ لا مش دب قطبي، بس شكله بس طلع الجبل الموقوف طلع دب. طيب شو عنوان هاي القصيدة؟ القصيدة بعنوان طل الدب. اها طل الدب يا حوي. شو هو؟ طل الدب يا حوي. لا هو عم بقول طل الدب. شو هي هاي طل الدب؟ هاي قصيدة. قصيدة. طيب تفضل اجرب حديثا. طل الدب. ايه وموزع بنينه. بنينه؟ ايه عاش ماله دب. ايوه ودب عيمينه يا حوي. ايوه ودبدوب مضيع طريقه مشهل تا يلحق فريقه. ايوه خليه يستعمل جي بي اس. وحامل على كتفه شاب طل الدب. والله انا عمو اكرم. ايوه طل الدب اللي بيوزع اغاني ونبح موال يا ناني يا ناني والقفا احمر بلون الرب. طل الدب. كلام كبير كلام كبير. طل الدب يا لطيف. وبايده سيجاره ما بيسوى. وزاره الصحه تحذرك من مضار التدخين. تفضل. ويشعل ناره بناره. ايوه وداير من جاره لجاره. مخلص. ايه غير مرته محب. ايه طل الدب. بتعرفها؟ لا مبينة كلها طل الدب وطل الدب. ايه انا بدها هالقد فزلك. هيك هالقد هيك. الف عافيه. الله يعافيك ابو نزار. طلبت اكل او شيء؟ ايه طلبت فول. فول؟ ايه فافا. وين صار صحن الفول لعمك ابو نزار؟ دقيقتين بكون عندك شان سهل. ما في دقيقتين، بده يكون بثانيتين لعمك ابو نزار. وكبر له صحن الفول. شكرا.
ابو نزار حبيبي الطاولة اليوم علي احسن انت شرفتني انت والكوماندان يا اسماعيل انت احسن لا ما تعذب حالك ما بصير لا ممكن بعدين بدي اقول لك شيء ابو نزار وحياتك وحيات رفقة عمرنا بزعل منك بزعل منك بزعل منك طيب خلص بزعل منه ما تعلي قله بزعل منك اذا بكره ما بتجيب العيله كلياتها معك وتجوا تتغدوا عندي كله ام نزار نزار ومروه وام مروان ومروان والعيله كلياتها بدك تجيبهم تغديهم عندي وانا لا انت بتجيب السلك كلياته يا حبيبي بس ما يكون مزلط في الطاولة حسيب عباس بتقيل خجلتني يا حبيبي شو اهلا بابو نصار شو هالكرم هيدا حبيبي شو هالكرم خجلتني صغرى هو بيت الرئيس يا جهار شو ابو محمد اهلا ابو رياض شو ربحانك ابو سمير يا حبيب قلبي انت اي والله بهالايام انا اخذ قد الكسيب بالطاولة معي خبر فركوه عم يضربني انت العب تضل له كل يوم بياكل 100 قتله يا لطيف يا لطيف على كل مثل ما بقول مثل ما بقول ابنك راغب الله يطول بعمره ويطول بعمرك يعني بكره بيبرم دولابك ايوه الله يلا كل شيء طولتكم على حسابنا تسلم انتوا على بيت الرئيس طولتكم على حسابنا الله يديمك يا كريم 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 الله يديمك يا ابو رياض فيك تحكي لي كلمه عشان بزرتري ايه ولو تفضل يا ابو رياض سلو الله معك قرب لك شو ايش ابني شو كل طاولة عم تبرم عليها؟ وقف قصتك لا ليه عم تزركني بالزاوية؟ بارم على الطاولات كلها كل طاولة بطاولتها على حسابي على حسابي على حسابي منين بدنا نطلع نحن مصاري للقهوة؟ وقف وقف شو بدك يقولوا عن بيت الرئيس بخلة؟ لك لا ما يقولوا قصة بخلة بس كل طاولة على حسابك منين بدنا نطلع مصاري شو قصتك؟ ايه ما بنطلع مصاري شو ناسي انه في اجار موظفين وفي مصاريف وفي كهرباء وفي اجار قهوة؟ والله والله ليش انت اصلا شو فهمك بالبزنامز؟ بشو؟ بالبزنامز شو بالبزنامس؟ يعني بالبزنامس بالشغل؟ بالشغل ايه شو هيدا الشغل عباس هيك بده دايما 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 بالشغل بس بدك تقلع عن ايه شغل ايه؟ بدك اول شيء 6 سنين تقلعه بدك تشتغل على الطريقة لك طيب مش بدك قديه؟ على هيدا السيستم بدك شيء 6 سنين حتى تعلق الزبائن ويصير يعلو عندك ما بقعد يفلو هلا بدك تضلك ماشي على هالمنوال 6 سنين؟ ليه شو فيها شو عم تدفع من جيبتك؟ يا حبيبي وشغل اشتغلنا ايه بتعلمهم بعدين ما عم تقيد انت على الآلة حاسبة تعيدك؟ ايه طبعا عم قيد هيدي شو هاي؟ هيدي آلة حاسبة ليش أرقام صغيرة هالقد؟ أرقام صغيرة؟ منك شايف كل رقم هالقد؟ وين الثمانية؟ يا حي هاي الثمانية ها؟ ايه طيب شو ايش بقى؟ ايه بس ما عم أيد شي الحمد لله لأنه كله على حسابك ما عم يفوت شي على الصندوق يا لطيف عباس يا لطيف شو صاير ما أبخلك؟ ياي ما أبخلك شو صاير عم تعرفني منك؟ لك عم نحكي مصلحة عمي أبو رياض شو قصتك؟ بلا مصلحة بلا شيء خلص ماشي الحال طيب ستوفيل أنا قلت لك أهلين أهلين كيفك يا أبو أندري؟ قرب بي جيب العيلة طا كله على حسابنا كمان؟ ايه اهلا وسهلا يا حبيبي على هالشغل عم بترش الحبقة؟ اي طون عندك ابو زينة؟ ايه هو الترينج ايه لعبهم ترينج ايه ترينج ايه فافوري واحد واحد فافورين ايه طيب ايه المصرية؟ بقى اليومين بعت لك يوم هلا ما والله والله انت عم بتحكي معي كأنه شي مرة قصرت معك انا ليش يعني بلعب غير عندك؟ انه خلص باليومين بعت لك يوم شو شبك؟ حاجتك ما تنفخ لي باللبن لانه بيطلع بوالينا راسي منفخ حبيبي انت يا ابو زينة الله معك الخي في واحد صاحب لعبة بيلعب بالخيل بتدين ما معقول كيف بدك تدفع له بعدين؟ بعدين ما معنا مصاري، وين بدك تجيب مصاري للدفع؟ شو اشبك ابو صبحي؟ ما ايش من شيء يا خيي ايش بك شيء؟ لا اذا كسب له عصلين ما بيدفع لنا كيف ما بده يدفع لنا؟ بدنا ندافعين له نحن ما معنا مصاري ندفع له ما شو اشبك ما ابوي عنده قهوة طويلة عريضة بنروح بنجيبه من هونيك شو اشبك؟ ابوه ديك ما ابوك اذا شافك من هون لألف كيلو متر بيبرم وجهه حتى ما يطلع فيك شو عم تقلي يعني ابوك؟ من كثر ما بيحبك ابوك يعني حيدفع لك مصاري؟ ابو صبحي قول انت اوقات بتعرف بتزعلني منك
تعرف ليش؟ ليش؟ أنا كداني متكل عليك إنه أنت العقل المدبر تاع القصة. طلعت عن طلعت فيشينج نادي. لا يا خي منك فيشينج ولا شيء، بس فهمني شو بدك تعمل؟ مو بدك تجيب مصاري، شو الخطة؟ خلي أفكارنا متبادلة حتى ألفها مع بعض. شو أنا بدي أطب عليك أو شيء؟ لا شو أدريك؟ لا يا فريد لا أنا رح رك... ما أنا مركبة الخطة براسي. طب قل لي شو هي طيب؟ بك هيدا الكرودي عباس. ايه؟ هلا أنا بركب له كومبينة خلي فيلم من المحل. كيف بدي فيلم المحل؟ شو بدك انت؟ ما هو مستلم الصندوق كيف بدي فيلم؟ لك لما نركبها بالكومبينة بتقوم انت بتصوت محله. كيف بصوت محله؟ انت شو بدك؟ ما أنا بفهم، أنا بفهم عليه طول أبو بريس. يعني أنا بدي فوت على الصندوق محل عباس. وانت ما تطلع حالك الا قاعد على الصندوق. روح يا زلمة. وهداك الكرودي من زوته برا. عم تحلم يا زلمة. أبو صبحي. سيبها علي شو اشبك يا خي خلاص شو بدك بغشك انا لا بس اللي شو بدك انا بنفذ خلاص لعيونه خلاص انا بدبرها خلاص لعيونه شي ما عجيب شو يا صديقي يا عباس اهلين ابو صبحي اهلين شو يا شلاف مبكر مبين وين رايح رايح لعند عمي ابو رياض شو في عند عمك ابو رياض على بكره بدي ياخذوا رايحين على القهوه رايحين على القهوه يعني رايح على الشغل رايح على الشغل مثل العاده يا عيني عليك بتروح على الشغل من الصبح للعشيه وبتترك بيتك ما هيك وبترك شو بيتك كل العالم بتروح من الصبح للعشيه وبتترك بيوتها شو هالمشكله وناسي حالك انك مجوز وعندك مره وإذا مجوز وعندي مرة ولو ما الشيطان وسواس ولك يا عباس شو اشبك أعوذ بالله يا لطيف شو هالحكي اللي عم تقوله هذا لك حدا بيترك مرته من عوكر العشية وما بيرجع على البيت إلا بعد نص ليل ومرته لوحده شو قصدك يعني أنت هلا بهالحكي يا خي أنا ما قصدي شيء بس عم نبهك لا ما تنبهنا إنه الشيطان وسواس ومرة لوحده بالبيت ما بتنقعد الشيطان ما بيوسوس عند نعمة أنا بعرفها استوفل يا خي انا كل هالشي عم اقوله لمصلحتك حتى لي نبهك ووعيك ما بدك توقع استوفل استوفل منك العمك ابو رياض ممنونك على التنبيه وعلى التوعية وروح خيط بغير هالمسلي معلق تعرف شو بقول المثل شو بيقول الرجل إيه؟ اخر من يعلم شو خلي عمك ابو رياض ينفعك شي غريب لك راح يا قال نعمت قال وسواسه وشيطان وبليس قال لك الحكي عمي ابو رياض شيطان وبليس وكيف بتترك شغلك من الصبح لعشية الله معك عمي ابو رياض اهلا شو في هالصريخ برا على باب دارتي هذا ابو صبحي ما بهمنك جاي خلص بلا ما احكي لك هلا الخبريه كلها شو عم تعمل بس لازم تلاقي لي كالكولاتريس اكبر من هاي ما عم بقشع الارقام بقول ما عم تقشعها ما مبينين علي مخلوطين معي لك ما قد الارقام اللي بيحطوهم على ظهور لعيبه الفوتبول حن طلع طب عباس ليش كل ما عم بحسب حساب عم بيطلع معي انه الغلة تاعيتنا طلعت امبارح طلعت 10 دولار طبعا بدها تطلع 10 دولار ما حضرتك فاتح لي جمعية خيرية تبرم على هالطاولات وانتو على حسابي وانتو على حسابي وكل شيء عم تحطه على حالك كلمة ونقالي شو كلمة ونقالي؟ لك هذا الكوماندون الياس ايه؟ ليطلع هاي الملحمة اللي بين ايديه طرق عليها 55 فنجان قهوة اسم الله ليه؟ احساب مين ها؟ احساب مين؟ احسابك انت احسابك انت لا انت لا انت لانك انت قلت له انا قلت له؟ طبعا لا ما بصير هيك عباس مين اللي بده يسطل على الطاولات ويقول لهم هادي علي وهادي علي وتعوا بكرة وتعوا لا 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 لا, لا ممكن اصلا نحن معروفين عنا كرمة كلنا بيت الريس معروفين كرمة طيب عم ايدنا ممنودة للجميع طب منيح ممدود الله يرحمك يا عمو حاتي مين حاتي؟ عمو حاتي هو بيكون جوز خالته لابن عمه لابويا حاتم مين بقى؟ حاتم طاي حاتم طاي الله يرحمه ابن خالد جوز عمة ابوه؟ ايه ما نحن قرايب ما نحن معروفين هو اصلا عمو حاتم كان من بيت الريس بس لا ابوه بالطاي ليه لا ابوه بالطاي؟ لانه كان كل ما يصرف بالنهار وكل شيء يجي يقولوا صرفت كثير اليوم وعملت عزايم كثير يقولون يلا خلونا نطي صفحة الماضي أيوة. ونبلش عن جديد يلحص اصبعه يلا يمشي جديد مش هيك سموه حاتم سموه حاتم طي عمي طي الصفحة وكل لحظة شيء. إذا بدك تضلك ماشي على هالمنويل على حسابك قرش ما راح نجيب بالقهوة لا البزنس ما بيمشي بهالحالة يا عباس طيب لازم نقتصد نحن كمان لازم ننتبه على المصروف تاعنا طب أنت بدك تشد شوي كمان إيه كمان معلش وأنت خفف لي شوية عزايم وكاني عم خفف عزايم اني ليش عم بعزم ما ايدك قوت بقى بتعزم تفضلوا اهلا وسهلا كانه هو قهوة لك انت اللي عم تعزم مين ما شفت بتقول له تعا عمار وشيل وحاط انا ايه وانت بدك تخفف عمي ابو رياض الله يوفقك ايه لازم نخفف ومش تخفف وقف كمان ما بوقف
انا بس امشي بضل صيحي بعباس. مش بس تمشي ما تفلت على العزايم، خلص كل واحد بياخذ طلب تدفع حقه، خلصناها. ماشي الحال. ماشي يلا شرف لنروح عند القهوة. يلا يلا تعا. بيس 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 رجعنا للبيس بيس. لك ما لبيجوني. اهلا اهلا يا فتاح يا علي. يا رزاق يا كريم. شو قبل الضو جايين مبين واي فاي في نغل فلتين بال. شو قصتكم مثل النحل عم صفرة؟ شو عشبك انت وياي؟ انا جد اورياض. انا شو ليه عم تصفر انت وياي مثل الكنا؟ ولا تصلى وصلى صلى غير هون. شوف شغلك على صوت واطي لا تصفر. ما في ركز. ما عم فيك تركز. ليه ما عم فيك تركز؟ هلا شو مفيقكم قبل الضو جايين الديوك ما فاقوا بعد؟ مزبوط. ولو ما ما, ما ما انت عزمتنا نحن انا والعيلة. ايوه انا عزمتكم؟ من انت عزمتك؟ انت امبارح اتنطحت عمي ابو رياض وقلت له جيب العيل وجيب السعيدي كله وتعه. لا قلت له ببلاش. معلش كلام الامس يمحيه اليوم. هذا لان قلت له ببلاش. اه ببلاش. لا برضو منك ابو نصار. شو هيدي ببلاش؟ لا معلش تعرف خذ لك شغله برضون يعني. شو فاتحين لك يعني المقهى ليله؟ بتلفن للعيله يعني بقول لهم ما يجوا اليوم. ليش جايين العيله كانوا؟ ما انت عزمتنا. بتلفن لهم لغيت طلبيه. خلصنا من هلا ورايح كل الطلبات بيندفع حقها. ما في مجال. وعزمت لالي والله. ما الو ما تجوا اليوم ولا تجوا بكره ولا بكره. من هلا ورايح البزنس اتفقنا يعني وعباس ما بيمشي هيك بالعزايم. صح البزنس بتاخد شيء تدفع حقه. حقه يعني من نروح هلا نحن بلا اكل؟ ليش اطلب اكل ودفع حقه؟ شو اني مخلفكم وناسيكم؟ معلش هي مصيبه. انا عم بكتب ملحمه وديوان. ايه ملحمه بدها 13 سنه عن الريح. الريح 13 سنه ريح. هون ريح بالقهوه بدك تفطس لي الجماعه والزبائن. ريح هوا يعني هوا وعواصف. اه والله الموضوع بيحمل. وديوان انت ملحمتك بدها لتخلص كل يوم 40 فنجان قهوه. هيدا حسابك بصير. ما حسابنا. سجلوه. طيب انا بدي فروج مسحب. بدك فروج مسحب؟ نعم. طيب فروفرو. نعم جدك. طالع هون على السرير. يلا جيب له فروج مسحب لعمك ابو نزار وايد عليه خليه يدفع حقه. اه جدي بس ما في فراريج اليوم. واي فاي. نعم ما في فراريج اليوم. ما في فراريج؟ لحظه شو ما في فراريج يا فروفرو؟ انا جاي طلبيه 50 فروج. ما في. وين الفراريج؟ انا جاي طلبيه 50 فروج. وايف وايف فافا 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 طالع هون على الشيط. ايه طالع لك يفوق منهك القوى. فافا ليش ما عندنا فراريج؟ ما عندنا فراريج جدا. ما في فراريج؟ لا ما جابوا اليوم فراريج. ما جابوا؟ ما جبت فراريج؟ لك انا جبت 50 فروج ولا فافا شو بك؟ يخرب بيتك وبيت بيتك. طلع ليك لحظة وقف. في فراريج ولا ما في فراريج؟ ما في جدة فراريج. انت عم تقول ما في فراريج. انت شو عم تقول؟ انا عم اقول جيب الطلبيه 50 فروج. اصبح الدولة لازم تتدخل. كوماندان ياس تفضل. عمي ابو رياض ما جريمة واضحة. مين حدقتي؟ لك شو حدقتي؟ ما عم تقول عن الفراريج؟ ايه ملاك الريش. الله لا يوفق. اكلهم اكلهم طيبين. هيدي دقنه لفاف. هي جدا دقنه هيك منتفي. هذا ريش. ريش اعترف. اعترف جدا. شو عود ارتاح. اه بخيرك جدا. انت اكلت الفراريش؟ انا كنت سامح لك تاكل يا فافا يا ابني يا سندي يا ضناي. سامح لك انا بخمس فراريش ما خمسين. اكلت الخمسين؟ الله لا يوفق. عشر واوية ما بياكلوها. جدا جوعانه من ثلاث ايام. عم طعمين عباس قال الشباب. والعظام تاعو كمان نهرشتهم؟ نهرشناهم عشفينا جد بلد. يخرب بيتك شو بالوع يا حبيبي. خلص جاء فافا. انا برايي تخصم له من معاشه. فافا لا ممكن اخصم له من معاشه. لك كيف لا ممكن تخصم له 50 فروج وين بيروح فيهم؟ معلش ياكل قلبي حبيبي. يلا اطلب عمل طلبيه تاني على الفراريج. ايه 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 طيب رجع فوت. يلا جاي فوت. شيل الريش عنه وجهك. فوت. الله لا يوفقك. اكل شرايهم وايديهم كمان. بدك شيء تاني؟ فليفي. عندكم فلافل؟ ما عندنا فلافل. روح احي. شو بدنا ناكل؟ هوا. فافا يا جدي. أنا ليك يا بابا أنا ما حبيت أبخع قدام الجامعة والعالم. إيه بس ما بيصير هيك يا ابني. أنت رح تخرب لي بيتي. ما بيصير. وأنت درسك طيب. هيدي قصة الفراريج لازم شيلك يا من راسك. انا شو بعرف انك بتحب الفراريج. بس انا بدي اعمل طريقة لحتى نسيك قصة الفراريج لانه ما بصير هيك يا بابا.
كيف جدي بقى تنسيني اياها؟ انا رح لومك ترميم مغناطيسي هذا. انت بتعرف؟ ما خبرتك؟ لا جدي. ما انا كنت درستها بجامعه اوكسفورد. أه. انا كنت انا وفرويد على نفس الطبقه. فرويد كنت انت وياه؟ سيجمون ايه؟ اها. انا هلا رح استعمل الاسلوب تاع التنويم المغناطيسيا. ايه عادي جاهز؟ إيه. يمكن تتألم شوي. دخيل رجع شوي. ولكن محلي وبتقطع. بس ما توجعنا جدي. ما رح توجعك. حاضر. طوفي؟ نعم جدي. ماسكن تاي. تفضل. اخذوا. انصوا. جدي. لا تخاف. لا تخاف. فروفرو؟ نعم جدي. فروج. فروج. فروج واش كثير مشاوي. لا ما خلصوا. هدو هدو هدو. رجع يا فافا. ما طول يبني. فافا اطلع فيني منيح. هيدا الفروج. انت بتكره الفراريش. انت بتكره الفراريش. انت بتحب الفراريش. انت لازم تخفف الفراريش. انت بدك تبطل تحب الفراريش. قطيعة ما تقطع. انت لازم تكره الفراريش. فهمتوا ليه؟ فهمت؟ فهمت شو عم قول لك؟ خلص مشي الحال. شيلوا له المسكة. فافا جدي ما لازم اقطيك الفراريش ابدا. ما بدي فروج. ما بدي. ما بده فروج. ما بدي فروج جدي بامرك. زعتر وزيت. شو زعتر وزيت. اطلعي لحمة زعتر وزيت. ايه حي الله شيء بس اوعى الفراريج. خلص بلا فراريج. يلا احري. حبيبي يا جدي. زتيت لك الطعم لعباس واكله، خليت الفار يلعب بعبه وانفخت له راسه على قد، صار قد الفوتبول، شو بدك ايانا نعمل هلا؟ أنا بغشك شيء يا أبو صبحي؟ لا أبداً. أنا ما قلت لك إنه الكومبينا بده يركب ويمشي الترين على السكة تاعيته وما في شيء من هالشيء؟ مظبوط 100%. بسم الله عليك، شوف شو سويت لك. فرج. شو هيدي؟ إيه؟ مين المرة هيدي؟ هيدي ال هيدي السقاية مرته لعباس نعمت. هي نعمت؟ شايف ملا حصان؟ شايف ملا فرس؟ شايف. أنا راح راح يطيروا ضمانات عائلتي، بدي أعرف أنا كيف الحصان مجوزته لهالأرقضان. أنت عملتن الصور؟ لا ماني. ما أنت صورت الصور؟ لا ماني. ما أنت اللي بالصورة؟ بلا أنا. ما أنت اللي مع نعمت؟ بلا أنا. ما أنت اللي عبطي؟ بلا أنا. وكي عبطل ما أنا؟ ما أنا مصورها. شي غريب. إيه هيدا واحد صاحبي عنده اللي بيشتغل بهود الانترنت وكل شيء. آه. هو زبط لي هون ركب لي بيركبوا القصة على القصة أنا. يعني أنا شفق لعيا. يعني على الكمبيوتر ركب الطاقة. هيدا هي يعني على الكمبيوتر. بس عن جد طالعة 100% مزبوطة. ما كأنه أنا وياها؟ 100%. أكنه أنا؟ إذا شو كان؟ أنت؟ إيه بس ما أنا. كيف ما انت ما هو تركيب التركيب القصة التركيبة ما انت ركبتها بس انت اللي بالصورة مزبوط طيب شو بنعمل هلا فيها؟ هلا انت بتضلك رايح مع وجهك تاخذ هون الصور الاثبات تاعو لك ماشي بتوصل على القهوة اللي عند ديك المي أيوة. وبتعيط له لهيدا الأراضون بتقول له تعال هون ما ما مخلع بتفرجيه الصور بتقول له ليك شوف روح شوف مرتك شو عم بتساوي وكل شيء خليه بقلبك يعمل له بلبوشة وكل شيء بيحمل حاله بفل بمين بيعلق ديك المي أيوة. بده حدا يقعد بيعلق فيه مين بده يصير بده يقعد عنده على الصندوق أنا بدي أقعد على الصندوق أنت بتقعد على الصندوق يا عيني عليك تسلم الصندوق بتقش الغلة وبيمشي الحال وهيك بصل له لسانه لعباس فرجيه إنه أنا ما عم كذب ولاني كذاب أنت مالك كذاب أبو صبحي وخليه يهر شعره أكثر ما هو هرب ليش عنده شعره هو؟ ما عنده شيء أبدا ما عنده عنده هذا فوفاش هيدا عين مرحبا يا مشاري اهلا استاذ أهلا. عباس جوا معلم عباس ايه جوا عيط لي له شو يلا شو اسمك ما عجبك لك يلا بسرعه غريب اهلا 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 مرحبا يا حبيبي يا عباس اهلين ابو صبحي يا خي انت يا عباس طول عمرك خير اللهم اجعله خير ولو كل شيء خير وكل شيء لمصلحتك شو مشان الموضوع اللي كنت حكيك فيه قبل ايه علينا وعلى هالقصة ابو صبحي ما رح نخلص من هالقصة ما رح صدق ما رح صدق ما رح صدق ولو معقول يكذب عليك يا عباس يا عمي هيدي مرتي وانا عندي ثقة فيها لو خي انا ما عندي شك بهالقصة بس انا حطيلي فرجيك انه معي اثباتات واللي عامل لك ايه صحيح معقول يكذب شو هالشي مشان مصلحتك لحظة شو هالاثباتات اللي معك فيها بقى مستعد تشوفهم
رقيب شوفهم. ما بيوقف قلبك ولا بتزعل؟ لا بيوقف قلبي ولا بزعل. لعيونك ها؟ فرجيني لشوف. انت المسؤول ها؟ قال نعم. لك راح يا عمي. شرف. هات لشوف شو هي. نعمة. شو ها؟ مثل ما انك شايف. فريد ونعمة؟ الله لا يوفقك بجاه اللي خلقك. ولو انا بكذب عليك يا عباس. والله لا انشرك على صنوبر بيروت. طبعا انا فرجيك يا نعمه انتو هذا فريد اللي ما بيتسمى. مبلولك عني يا ابو صبحي. ولو اي خدمه يا عباس بامرك انا. شيخ اهلا 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 ابو رياض. اهلا ابو رياض. كيفك ابو صبحي؟ يا حبيبي طول عمرك. شو عنا مبين؟ كنت مره الطريق هيك شفت شي عباس؟ هو انا ليش وقفتان؟ لانه شفت عباس ظاهر زعلان وترك الشغل، قال لا بدي اشتغل ولا بدي اقعد بلاوي بقى. هو قال لك هيك شيء؟ هو قال لي عمل لك ما بعرف شو مزعله. ما بدي اشتغل عندي؟ هيك قال. 60 سنة إذا بيشتغل عندي. معلوم؟ 60 عمره إذا صار بيشتغل عندي. شيء، حدا بيصحله يشتغل عند أبو رياض وبيقول لا. معقول؟ شيء، بس ليش زعلان ما بعرف. يصطفي، حمالي طنقره، من أول ما شفته ما حبيته، شايف هات أرزه كثير، فوت اطلع انزل تقطيع. طبعاً أنا كنت بدي أقول لك هيك من الأول. بس هلا صرت قال لي ما عندي حدا أمين صندوق. شو أمين صندوق؟ ما عندي حدا يقعد على الصندوق. ولو يا أبو رياض، ولو يا أبو رياض، أنا واقف هون وبتدور على أمين صندوق؟ ما هيدي شغلتي الأساسية، أنا كنت أشتغل محاسب بأحسن مطاعم. والله؟ طبعاً يعني ما خليت صندوق من شر أعمل لك إلا ما اشتغلت عليه. يعني أقعد لك على كذا صندوق قبل؟ طبعاً ياما مكسر صناديق من كتر ما عملت عليهم. والله؟ إيه لكن كله مظبط حساباته. واقف، أنت صاحبه لفريد، فريد أصعب. لا ما في بيني وبينه الا مرحبا وعلى المشي. اكيد انت ولو هو عم بيحاول يقرب مني، بس انا شو بدي بيها الشغله. شو بدك فيه؟ صيته طالع. صيته وهيدا ولد وسخ. طبعا يعني شو بدي اقول لك، يعني لايك فازر لايسام. لا 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 ولو يا ابو رياض انت بترفع الراس. حتى انا برايي يعني برايي حتى المرحبا بلاها 60 عمرها ما تكون شو بدي بيها الشغله. مصلحتي اهم. يعني اذا قعدت عندي على الصندوق انت فيك تهتم بالغلي كل شيء. لك شغلتي يا ابو رياض. بس تقعد على الصندوق انتبه ما تتوجع. لا ما تحت الهم. في استلم؟ طبعا فيك تسليم يا حبيبي. يا ابو رياض انا بدي زمان عم فتش على واحد امين صندوق مثلك هنا الحرامي عباس. شي هيدا من اول ما شفته اصلا ما لازم كنت شغله عندي. خلص هنستلم شغله. يعني استلم الشغل. طيب. حلو سهلا فيك. في يفوت يعني؟ ايه فوت يلا على الصندوق دغري. على الصندوق واستلم كل شيء. طيب انت يا امين انت يا حبيبي يا ابو رياض. طيب الشوم عليك يا عباس، انا حق علي شغلتك.